أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله Before I start, if anyone does not understand Arabic, there is a direct translation into English. You can look into the website of Dar Foundation or to the Dar Foundation app. There is the radio. Just put your headset, you can listen to the English translation, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi man walah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asiyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqeen ma tuhawwinu bihi alayna masaib al-dunya wa matta'na Allahumma bi asma'ina wa abisarina wa quwwatina ma ahyaytana. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله الإخوة والأخوات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل في علاه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما وألا يدع فينا شقيا ولا محروما نحن والدينا ووالد والدينا ومن له حق علينا اللهم آمين آمين يا رب العالمين هل جاء الإسلام ليتحكم في حياة الناس تفنيد شبهة هذا هو موضوع خطبتنا لهذا اليوم العنوان هل فعلا الإسلام يقيد الحرية الشخصية هل فعلا الإسلام جاء بين قوسين كما يزعم البعض لينكد علينا عيشتنا ويتدخل في خصوصياتنا طبعا هذه ألفاظ نسمعها من بعض الناس حين نجلس لنساعد بعض الآباء على حل شبهات متراكمة عند أولادهم وبناتهم لكن قبل أن أبتدئ بالإجابة العلمية المنطقية ونعتبر إن شاء الله هذه الجلسة جلسة علم نتواصل فيها على كيف نتعامل مع هذه الشبهة تخصيصا قبل أن أبتدئ بمعالجة هذه الشبهة دعوني في المقدمة أذكر رسائل سريعة المقدمة الأولى يا أحبة يا إخوة يا أخوات وأخاطب نفسي قبل إخواني وأخواتي أرجوكم 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 لا
يصلن بكم الأمر بألا تأتوا بأبنائكم إلى المختص الشيخ الإمام إلا بالمرحلة الرابعة من السرطان. 95-99% ممن يأتيني مع ابنه أو ابنته وعنده شبهات فكرية عقدية إلحادية، كارح، متضايق، زعلان من ربنا، غاضب على الإسلام، متضايق من الحجاب، كارح غير whatever، يأتوا في المرحلة الرابعة من السرطان، يعني قبل مرحلة الموت، بعد 8 سنوات من الشبهات، بعد 12 سنة من المعاناة. وأجد نفسي والله أنا محتار، أشفق على الأب والأم لأنهم لجأوا لي، ناقي نفسه يا الله أكبر، ماذا أفعل بعد 10 سنوات من النخر في النخاع؟ أنا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وقد ابتلأ ابنك أو ابنك أو ابنتك بالشبهات منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يقرأ ويجلس وترك الأمر، ماذا أفعل؟ أنا أظن أن بعض المشايخ والعلماء يملكون حلا سحريا بالمعنى المجازي، لا أبدا، قدرتنا محدودة. لذلك خطبتي هو إعلان إنذار، سأقيم الحجة على كل أب وأم إن شاء الله اليوم. هناك طرق، هناك أمور تتعلمها، هناك أمور تقرأها، نحن نعين، نحن نساعد، نوجه. المهمة الأساسية أحب الأب والأم، الأب والأم هم أهل التربية، هم الأساس، هو الذي يجيب عن أسئلة الأطفال العقدية منذ البداية. أنا ماذا أفعل مع شاب؟ جاءني شاب قبل حوالي شهرين إلى مكتبي هنا، عمره بالكاد 19 عاما، يعتقد جازما بكفر الأمة الإسلامية كلها كاملة، لم يبق منا أحدا، بالكاد يقرأ اللغة العربية، بالكاد يفك الحرف. نظرت إليه، طب ماذا أفعل معه؟ عقد، جلس 3-4 سنوات لا يخرج من غرفته على الإنترنت، يقرأ لمجموعات مشبوهة تكفيرية، عبوا رأسه، وصل لمرحلة يعتقد تقريبا لو وقف هنا لأعلن كفركم جميعا ولأدخلكم جهنم دون أن تهتز شعرة على جسمه. لا إله إلا الله. أشفق على الأب لكني أحمل أيضا مسؤولية. لذلك هذه الرسالة الأولى، قبل أن أجيب على شبهات هل فعلا جاء الإسلام ليتحكم في حياتنا، والرسالة التي تليها. الآن لست مكلفا أن تحفظ ما سأقول، لكن بعد أن أنتهي إذا سمحتم، هذه الخطبة موجودة على موقع دار فاونديشن يوتيوب، فيسبوك، وموقع الشخصي دكتور أمجد قرشة. سأذكر لك أسماء علماء أو دعاء وكتب ومواقع، إن أردت أن تتعب على نفسك وتقرأ وتستعد أنت أو زوجتكما أو زوجتك أو كلاكما أو من تحب أو من تستطيع إنقاذه، فالرجاء ادخل واجعل لنفسك وقتا، أنا دوري أن عدم المؤاخذة، أتعب، أتطلع، أنصح، بعد ذلك لا أملك إلا أن تدخر أنت من وقتك فتقرأ أو تطلع أو تسمع أو تشاهد. أنصح من كان عنده الوقت والرجاء ادخر وقتا بأن تدخل في برنامج صناعة المحاور، يأخذ منك 2 أشهر لكن يجعلك محصنا وقادرا على تحصيل غيرك في الشبهات العقدية. برنامج صناعة المحاور، دورة الجيل الصاعد، وكلاهما تحت إشراف الأستاذ الداعي أحمد السيد. كتاب سابغات للتعامل مع الشبهات العقدية، كتاب مبسط ويوجد مجانا على الإنترنت PDF للأخ أحمد السيد، متخصص في خطاب كيف تتعامل مع الشبهات العقدية بلغة يخاطب بها المراهقون أو اليافعون. 4 موقع رواسخ موجود على الإنترنت وعلى اليوتيوب، قائم عليه الأستاذ الدكتور الفيلسوف المتخصص في العقيدة الدكتور محمد العوضي من الكويت. بعد ذلك لمن حب أن يدخل في العمق أكثر، منشورات مركز تكوين، 10 الكتب للتحصيل من الشبهات العقدية. موقع الدكتور هيثم طلعت منذ حوالي 20 عاما، هذا الطبيب متفرغ لشبهات المشاكل الإلحادية، ما أقول الإلحادية أتحدث عن الشبهات عن الدين كله. ادخل اقرأ اسمع شاهد بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. وختاما
الأبسط والأسرع حتى تتحصن وتدل غيرك موقع جسور أو بريدجز للمهندس فاضل سليمان بالعربي وبالإنجليزي. فإن لم تجد وقتا فلا أقل من هذه كلها أن تستمع أنت بنفسك إلى سلسلة إسلامه فوبيا من المهندس فاضل سليمان بالعربي وبالإنجليزي. أعتقد بعد كل هذا يجب أن تخطو خطوة. أنا أتحدث عن خطورة الاستعداد من الوالدين. دعوني الآن أعطيكم فكرة. ومن أحب يوجد فيديو جميل جدا ربما هو الذي أوحى لي. والحقيقة أنا كنت في نقاش يعني في مكتبي تسبب لي بموضوع هذا الخطبة. من صغار في السن يأتون مع آبائهم وأشفق وتكاد الدمعة تنزل مني على الوضع المزري الذي وصل إليه الآباء والأمهات وفي عدم استطاعتهم أن يفعلوا أي شيء للانحرافات الفكرية والعقدية والغضب الكامن في داخل النفوس ضد الإسلام وضد أحكام الإسلام. والسؤال الذي جاءني: لماذا يجب أن أسلم؟ من الذي له حق علي أن أسلم؟ أبدح أبسط بدهية نحن نعيش عليها الإسلام من التسليم. هذه بحد ذاتها مشكلة عند هذا الجيل. لماذا ينبغي أن أسلم؟ أين حرية الشخصية؟ طبعا الفكر المادي العلماني الليبرالي الطاغي حينما يترك الأولاد 12 سنة في البابليك سكول ولا يجدون تحصينا لجلسة واحدة ربما، وإن وجدوا قد يجدون مرة في الشهر أو مرة أو مرتين في السنة، فلا يتوافق حجم الضخ والتحريف مقابل حجم العلاج. طيب فيديو قصير أكتب محمد حجاب الداعية البريطاني من الأصل المصري سئل سؤالا طيبا جميلا، قال طبعا بالإنجليزي، كان هل كيف تجيب، قال يا شيخ محمد حجاب، من يقول أن الإسلام جاء ليسيطر على الناس هل هذا صحيح؟ قالوا نعم. قالوا الإسلام هو دين ربنا جاء ليسيطر حياة الناس بالطريقة بدل ما يسيطر عليهم الآخرون. يعني إيش المشكلة؟ ومن يوجد في الدنيا غير مسيطر عليها أصلا؟ إما شهواتنا أو حكوماتنا أو أحزابنا أو عشائرنا أو عائلاتنا أو أعمالنا أو الشركات كلها تسيطر. فأنت إما أن تكون مسيطرا عليك من أحدهم أو من الله، فاختر من يريد أن يسيطر على حياتك بهالبساطة. طبعا ذهل الحاضرون جميعا. الإجابة كان يتوقع لا 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 أبدا الإسلام لا 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 نحن ما هو التسليم؟ التسليم هو إعلان مني بأني قد سلمت نفسي للطريقة التي أراد الله بها أن تسير حياتي. هل الله يخطط لي؟ نعم. الله أمرني؟ نعم. أنا منصاع له؟ نعم. إن أحببت أن تسميها نوعا من السيطرة أسميها. وهل تستطيع أن تكون حرا أصلا؟ من هنا الآن أعطيك جرعة إن أحببت فقط حتى نتذوق معا روعة ديننا بالمنطق. نأتي للشبهة. هل فعلا الإسلام جاء ليسيطر ويتحكم؟ نعم نعم جاء ليتحكم. السؤال الحل مش بهذا الجواب. الشخص يأتي بشبهة، ابنك أو ابنتك، وكأنه قد افترض سلفا بأنه في غير الإسلام حر. هنا 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 نبتدئ الحل. فنأتي لنحلل ونحلل وندمر ما يعتمد هو عليه ظنا. أعيد، يأتي الشخص: لماذا الإسلام لماذا الله يتحكم بنا؟ كل أصول. نجمد سؤالك قبل أن أجيبك. هل خارج الإسلام أنت حر؟ طبعا نحن نعيش في حرية. طب أنا أثبتت لك أنك لست حرا، ماذا ستفعل؟ نرجع خطوة للوراء، نجيب مع بعضنا على الأسئلة التالية. ووضعت أسئلة بديهية لم أدخل في العمق، أسئلة بديهية. فإن أثبتنا ألا أحد في الكون عنده حرية مطلقة انمحت الشبهة أصلا، لم يبقى عنده أساس أصلا يعتمد عليه ليعترض على تحكم الإسلام به. نمشي مع بعض في تفكيك هذا السؤال. وهل نحن فعلا أحرار في ماديتنا أو أحرار في علمانيتنا أو أحرار في ليبراليتنا أو أحرار في دولنا القطرية أو أوطاننا أو عشائرنا أو عائلاتنا أو أحزابنا أو قرانا؟ هل فعلا نحن أحرار؟ دعونا نجيب على الأسئلة التالية. 1، في العالم العلماني بل في العالم كله، هل أنت حر ألا تدفع الضريبة؟ افعل إن شئت، فإن أمسك بك لن أقول ثكلتك أمك،
بل ثكلتك أمك وثكلك أبوك وثكلتك عائلتك وكل من يحبك ممن يعلمك وممن لا يعلمك. May God be with you. حر؟ لا مش حر. هل أنت حر في تحديد نسبة الضريبة ومتى تدفع؟ لا. هل لا؟ سؤال بسيط. فإن كنت حرا فدعونا. طيب سؤال الذي يليه، هل أنت حر ألا تتبع قوانين السير؟ نظريا نعم، لكن في consequences وحساب، في سحب سيارة، في حجز، في نقاط، في سجن، في غرامة. هل أنت حر؟ لا. نظريا do whatever الآن، كاميرات مراقبة، إن أمسك بك sooner or later يمسك بك وثكلتك أمك أيضا. هل أنت حر؟ لا. طيب سؤال بعده، هل أنت حر ألا تلبس الكمامة وقت الكوفيد؟ لا. طب أين الحرية الشخصية؟ طيب كم بلد ألزمتنا بالفاكسين؟ هل نحن أحرار؟ لا. طيب هل أنت حرة ألا تدخلي غرفة العمليات كطبيبة دون غطاء رأسك؟ الكمامة الطبية أو الغطاء الطبي؟ الكاب؟ هل تملك المرأة الحرية في العالم الليبرالي والعلماني أن تدخل غرفة العمليات وهي طبيبة مشهورة، اللهم صل على سيدنا محمد، وتقول أنا حرة لا أريد غطاء رأسي؟ ثكلتها أمها، تطرد من النظام الطبي. طبعا أعرف من باب طبي هايجيني، لكن هل تملك الحرية؟ لا لا. هل تملك الحرية ألا تغسل يديها وتعقب وتلبس القفازات عن إجراء العملية؟ لا. لا يعنيني السبب، أنا طبي اجتماعي بالأخير. هل تملك؟ لا. طيب هل أنت حرة كليبرالية اجتماعيا ألا تلبس الكعب العالي مع الفستان الجميل والطويل، أم هو عيب لا تستطيعين تجنبه في الحفلات؟ سؤال سخيف، سخيف جدا السؤال. هل أنت كرجل إذا عزمت على ما يسمى حفلة السواريه وفي الدعوة كتب بالدريس كود سوت وذ تاي، هل تملك ألا تذهب بسوت وذ تاي؟ حر؟ لا مش حر. طبعا لا يعنيني، بسموه عيب، بسموه خطأ، بسموه ممنوع تدخل، بسموه حرج، لا يعنيني. بالأخير في ضغط يلزمك بطريقة أو أخرى أم لا؟ نعم. طيب فإن لم تستجب هناك عقوبات، نبذ، احتقار، طرد، رفض، سميه ما شئت، سميه ما شئت. أنا فقط أريد أن أثبت هل نحن أحرار؟ وهذه أمثلة بعضها اجتماعي. هل أنت حر ألا تتوافق وتتناغم مع منظومة حزبك السياسي الذي تنتمي له؟ وأتحدث عن الأحزاب الدينية والأحزاب العرقية والأحزاب الليبرالية كلها كاملة. انظر إلى الليبرالي يقف مع الجمهوريين أو مع الديمقراطيين، ثكلته أمه، يتم طرده. هل هو حر؟ لا. وين الحرية؟ بالعالم السياسي ما في، بالعالم الاجتماعي ما في. طيب نمشي كمان، هل أنت حرة ماديا وليبراليا وعلمانيا ألا تضعي مساحيق التجميل في الحفلة؟ أم ستعابين اجتماعيا وتصبحين حديث الساعة؟ طب الدين إلى الآن أنا لم أدخل الدين في المعادلة، هذه أمثلة فقط لتنبيه الناس ونتدرب كيف نحاور أولادنا وبناتنا. نتدرب، لأنه ابني يأتي بشبهة يظن المسكين بسبب ما سمع أن الإسلام بنكد عليه عيشته لأنه بده حريته، وهو لا يدري أنه عبد من طراز رفيع لأي شيء آخر. وكلنا كذلك بالمناسبة، كلنا كبشر. طيب هل في فرنسا العلمانية أنت حرة أن تلبس النقاب؟ لا. طب ما هو حرية علمانية وما فيش. هل أنت حرة أن تلبس العباءة؟ لا. طيب هل في فرنسا وبعض الدول العلمانية الليبرالية أنت حرة في لبس البوركيني؟ بغض النظر عن موقفي أنا من البوركيني، أصلا هو بيجسم عليه مشكلة شرعية، لكن بمنظومتهم مقابل البكيني ما عندك حرية. آه طب أنت ستنزلين وترين المظاهر المحرمة وترين كل ذلك ليمنعونك لأنك لا تسيرين على قواعدهم. هل عندك الحرية المطلقة؟ لا. طيب في العالم الشيوعي والماركسي والإلحادي هل أنت حر أن تتبع الغرب الرأسمالي؟ لا.
لا، اذهب الى كوريا الشماليه الشيوعيه. هل تجرؤ ان كنت كوريا من اتباع مستر كيم ان تقول انا اشجع الرأسمالية الغربيه؟ طبعا ثكلتك امك لا تعبر عما سيحصل معك، لانه حينما غضب من عمه او زوج عمته ضربه في ميدان عام بال شو سموه هذا هنا هاون، ضربه بالهاون، فجره في ميدان عام في الهاون. هل يملك؟ لا، ما فيش حرية، ما في. طيب، كم منكم يعرف أن روسيا الشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي التي كانت تسمى باليو اس اس ار، يونايتد سوفييت سوشيال ريبوبليك، وسقطت بالمعنى السياسي وشبه العقدي في سنة 1991، غورباتشوف والبروسترويكا، من 1917 نهاية الحرب العالمية الأولى إلى 1990، روسيا الاتحاد السوفيتي. في مرحلة من المراحل الجينز كان ممنوعا في الاتحاد السوفيتي، من أكبر الدول على كوكب الجينز، لأنه كان يعبر عن جزء من، وكل من عمره فوق 50 يعرف ماذا أتحدث عنه، ممنوع الجينز. طب أحب اللون، ممنوع، كان إحدى التعبيرات عن الثقافة الغربية الأمريكية تخصيصا جينز. نعم، لدرجة أنا شخصيا شهدت التحذير بنفسي، أنا دخلت في الاتحاد السوفيتي قبل سقوط غورباتشوف زائرا كطالب في الدراسات العليا، ذهبت لأتقوى بشيء من اللغة الروسية في سنة 1991، قدر الله لي أن أدخل الحدود قبل إغلاق الحدود بعشرة أيام سنة 1991، فحذرت أن ألبس جاكيت جينز لأني قد أقتل لأجله، أقتل سكين في وسط قلبي لأني ألبس جاكيت جينز لأنه ممنوع. طب أين الحرية؟ ما في. بالصين هل تملك أن تعترض على الحزب الشيوعي؟ لا، ما في حرية. وهكذا نتحدث، هل أنت حر أن تعارض الرواية الشهيرة في موضوع كذا وكذا؟ ولحساسيته لن أذكر، لكن ما يتعلق بأولاد عمنا أو بجماعة الألوان، هل حر؟ ولا مش حر؟ مش حر، بتحكي رأيك ولو بشكل أكاديمي، بتقوم الدنيا عليك. طب أين الحرية؟ لا يوجد. طيب أذكر، هل أنت حر إن كنت عسكريا في أي جيش من جيوش العالم ألا تتبع الأوامر أم ستتهم بالعصيان؟ فقط طابور الصباح بدون حقد ولا نية، مع ولاء لدولتك، قال لك المدرب استعد استرح، لم تستعد ولم تسترح، فقط ذكرتك أمك بكل جيوش العالم، الطاعة والانضباط. بس أقنعني، أقنعني مين يا حبيب أمك؟ أقنعني مين؟ حاكم عسكري مباشرة في كل جيوش العالم، هل أنت حر؟ لا. طيب، هل أنت حر في القطاع الخاص ألا تأتي إلى الدوام على الوقت الذي حدده المدير أو صاحب العمل؟ برضو ثكلتك أمك. هل أنت حر عند صاحب عمل ألا تلتزم بشروطه؟ تطرد من العمل. أعطيت أمثلة كثيرة جدا جدا، ولو بقيت والله وأقسم بالله أن آتي بالأمثلة إلى صلاة الفجر فلن أعجز. خلاصة الأمر، من يزعم بأنه حر هو واحد من الاثنين، إما يتعاطى شيئا ولا يدرك ماذا يتحدث عنه، أو منتفع ويعلم أنه يحارب بداهة منطقية لكن يريد اتباع الشهوة برأيك. فنحن لسنا أحرارا. طيب المفاجأة، الله خلقنا by default لا نستطيع إلا أن نكون عبيدا، لكن خيرنا بأمر. هنا تأتي النقطة، عند قرار الاختيار تكون عبدا لمن؟ أنت by default لن تعيش إلا، أنا وأنت كلنا إلا عبدا، عبد للشهوات، عبد للهوى، عبد للحزب، عبد للحاكم، عبد للوطن، عبد للنظام، عبد للحكومة، لن تتفلت. بالمناسبة أصلا الله خلقنا مستعبدين قوانين عديدة جدا في الكون أصلا، هل نملك أن نخرج من قانون الجاذبية؟ لا، مستعبدين نحن لهذا القانون، هو مسيطر علينا ويحكمنا. هل تملك أن تأمر قلبك ألا يضخ الدم؟ لا.
هل تملك أن تأمر جسمك ألا يعالج الجروح بعد أن تجرح؟ لا، هذه كلها تعمل ضمن قوانين. نحن خاضعون شئنا ما بينا، شئنا أم أبينا، لكن روعة مساحة الحرية التي أعطينا لها هي أن تختار، بتحب تكون عبد لرب الأرباب ولا عبد لكثير من الأرباب المربوبين؟ هنا منطقة التحدي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قرأ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بلت إن في الداخل، قد أفلح من زكاها قرار وخاب من دساها. اللي قرر ينزلها تحت بيكون هو أخذ قرار داخلي أن يكون عبدا للعشيرة، للقبيلة، للأعراف، للتقاليد، للوطن، للزعيم، للحاكم، للجهاز الأمني، للحكومة، whatever just name it. وبعض أحيانه عبد لهم جميعا كله، يعني عدم المؤاخذة بينكم جميعا شغالين في ملطشة، كل بلطش كل. لذلك روعة المسلم إذا أدرك هذه المعادلة على بساطتها يأخذ قرار، لا 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 لا، طب ليش أنا أكون قد عبد لله؟ كل من استعبدك ضعيف مثلك، فإن خفت من ضعيف مثلك لقوته قد يضعف بأي لحظة وقد تكون أنت أقوى منه، لكن الله لا يضعف. إذا استعبدك حاكم أو مجموعة أو حزب عندهم شهوات، عندهم أهواء، عندهم مصالح ضيقة، الله عشاه لا عنده ضعف، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا عنده تحيز. قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أما زعيمك والقائد، حتى والدك ووالدتك، حتى عشيرتك، حتى زوجتك، حتى زوجك، كله في مصالح منتفعة، انتهت المصلحة ينقلب، يضعف، بينسى، بيخون، بكذب، كلنا كذلك البشر، لا يؤمن على بشر حي. الله سبحانه وتعالى خارج هذه المنظومة تماما، الله المتعالي. لذلك نتعرف على الله بأسماء وصفات حسنى، الله ليس بحاجة لنا، أنا بحاجة له، لكن الحزب بحاجتي وأنا بحاجة للحزب، والحاكم بحاجتي وأنا بحاجة للحزب. إن فرعون وهامان وجنودهما لولاك ما ظلموا. فكله بيخدم كله، كله بينفع كله، ويوم القيامة ببلش التلاوم، إحنا اتبعناكم، إحنا ما طلبناكم، أنتوا اللي مشيتوا هذا الحق عليكم، بلش التلاوم كلهم إلى جهنم والعياذ بالله. لذلك هو قرار بسيط، من يأتي بشبهة ليش ربنا وليش الإسلام وليش كذا بأي قيد من القيود، افرح أن القيود جاءت من رب، من رب العالمين، لأنك في الأخير القيود مسكيتك مسكيتك. أنا أفرح أن يكون قيدي، إن كنت فتاة، أن يكون قيدي من رب الأرباب بالعفة والطهارة والحجاب، بدل أن يكون قيدي أن أكون مقيدة بالكعب العالي والبوتوكس والشفاه العريضة والأفلام الإباحية والرقص والغناء حتى أنال إعجاب الرجال، وفي الأخير قد أبقى عانسا إلى سن 50 فأحقد على أهل الأرض جميعا. أفرح أن أكون هناك، أنا أفرح أن يقال لي في الإسلام أنت قوام على الأسرة وراسك فوق رجلك بدك تشتغل وتصرف، أفرح لذلك لأنه هذا عزة إلي، الله أعطاني المسؤولية وقال لي بإن فعلت هذا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ورح تؤجر وتدخل الجنة، دينار صرفته على أهلك لك أجر، إن فعلت العلاقة الحميمة بالحلال لك أجر. أفرح بدل أن أكون عبدا لشهواتي، ظاهريا عند الفراري، ظاهريا أذهب إلى المنتجعات وأسافر ما بين غانية وعاهرة، ما بين خمر وكأس، وفي الأخير أمراض وإيدز والكل يحتقرني ومدمن مخدرات، وأموت بجرعة زائدة فيتعفن جسمي ولا يعرف أحد أني قد بين قوسين فطست منذ شهرين إلا من رائحة عفني. أفرح أن أكون وأسمى رجلا ويقال لي مسؤولية، نعم هو قيد علي لكنه فيه عزة. هكذا تطرح الأمور يا أحبة. لن أزيد عليكم، حاولت أن أبسط القضية من ناحية فلسفية فكرية كمثال، مثال بسيط. حينما يأتي ابني وابني الإسلام بيقيدني، اجلس تعلم كيف تناقش، أكرمكم الله. الدور الأكبر عندك أيها الأب، عندك أيها الأم، وأذكركم بشكل سريع جدا للاحتياط لمن لا يستطيع، أنصحكم ب اللهم صل على سيدنا محمد، برنامج صناعة المحاور أحمد السيد، دورة الجيل الصاعد أحمد السيد، كتاب سابغات
للتعامل مع الشبهات الفكرية أحمد السيد، ميليشيا الإلحاد، كتاب ميليشيا الإلحاد عبد الله العجيري، موقع رواسخ القائم عليه دكتور محمد العوضي، موقع منشورات مركز تكوين كتب فكرية عميقة جدا، وموقع الدكتور هيثم طلعت، وموقع جسور لفاضل سليمان، وتخصيصا سلسلة إسلاموفوبيا بالعربي وبالإنجليزي. لعل الله ينفع بكم وتكون هذه أولوية. أسأل الله أن يحفظ أولادكم وبناتكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قبل أن أبتدأ بالدعاء يا أحب، عندي ثلاث إعلانات سريعة جدا. إعلان الأول، اليوم في مسجد الدار لمن أحب واللي عنده وقت يتفضل، الساعة 7:30 في هنا محاضرة خاصة راح يكون عام Why Care of Muslim Persecution in India. في هنا جلسة عن موضوع اضطهاد وإذاية وقتل المسلمين في الهند، لماذا ينبغي على المسلمين في كندا أن يهتموا بهذا الأمر. عندنا متحدثان ضيفان هنا في الدار فاونديشن، الأخ نبيل حسن والأخ حسن زيا، راح يكونوا بالساعة 7:30 هنا في هذه القاعة. والإعلان الثاني، نذكركم باسم إدارة الدار، إذا تكرمتم بالمظاهرة إن شاء الله تكون مليونية للدفاع عن حق العائلة أن تكون عائلة، وعن حق الأطفال في الحماية، ورح تكون في 20 من هذا الشهر بالتفصيلات التي تعرفون، لكنه تذكير من إدارة الدار أن تبذلوا الجهد للذهاب مع أكبر عدد تستطيعونه بإذن الله، والتفاصيل موجودة في الخارج، موجودة على المواقع. والنقطة الأخيرة، بعد أن ننتهي من الصلاة مباشرة ننوي بإذن الله لمن رغب ولمن أحب صلاة الغائب على من انتقل إلى رحمة الله تعالى، وبإذن الله نحسبهم عند الله إن شاء الله من شهداء الدنيا، من إخوتنا وأخواتنا في المغرب وليبيا، الله يرحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا والدي والدينا وأصحاب الحقوق والواجبة علينا يا كريم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.